يسأل ويقول: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول حتى ولو بنسبة قليلة؟ إذا ثبت أن العطور فيها كحول يسكر كثيرها فإن قليلها حرام، تكون هذه الكحول محرمة، تكون هذه العطورات محرمة إذا كان كثيرها يسكر بسبب الكحول. أما إذا لم يثبت أن فيها كحولا وإنما هي مجرد إشاعات فالأصل السلامة والأصل حل العطور. وكذلك لو كانت هذه العطور لا يسكر كثيرها، يعني مجربة أنها لا يسكر كثيرها، فإنها أيضا حلال تستعمل. نعم.